قفز المباراة كان دارت اليوم وفاز بها النادي الإفريقي بصعوبة حقيقة. كان فوز النادي الإفريقي يعني مردود يطرح أكثر من تساؤل بالنسبة للإفريقي، يعني في تقريبا في 5 مباريات الإفريقي يسجل 5 أهداف يعني يعتبر يعني ضعف على المستوى الهجومي ودقيقة 50 سيف تقاء يسجل الهدف الوحيد في المباراة هذه. المباراة الأخيرة هي مباراة ملعب التونسي ومستقبل المرسى، والملعب التونسي واصل سلسلة يعني الهزائم والهزيمة ضد مستقبل المرسى هدف لصفر دقيقة 95 ماهر العبيدي يسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة. إذا كما قلنا 19 هدف في هذه الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل ما نستقبل ضيوفنا في الحصة نتاع اليوم نذكروا بنتائج